يقولون املوها هدت بيت ريلها وهي تلبست عندكم كنا اللي بتيلسونها مثل ما يلستوا اختها. ومن قال لك الكلام؟ ما في شيء يتخبى، وصلني الخبر. يعني ابوه ما يبون حتى بناتي يزوروني؟ من يشوفون الواحد جاي بيت اهلها طلعوا عليها دعايه؟ لان بناتك طال عمرك اشتهروا بالطلاق، حتى خلق الله قامت تخاف تناسبكم. الله يعطينا على قد نياتنا. اسمعي، ابغيكم تطلعون كل اوراق المرحوم الله يرحمه اللي خاشين عندكم. المرحوم ما عنده اوراق؟ المرحوم توفى عندكم هني، وملكية البيت عندكم، وانا ريال رفعت شكوى في المحكمة عشان يجسمون البيت وكل ياخذ حقه، واللعبة عاد بسنا منها، ما نبغيها لا اتريات ولا تترييني. عين ابوه، كل ما حاولنا نزوج وحدة قمتوا طلقتوها. لعبة هذه ابوي، سالفة البيت ابغي انا انتهي منها. انا ما برد عليك يا سلطان، بس اوراق ما عندنا. اقول لك تطلعون الاوراق بالطيب احسن لكم، ولا انا اعرف شو قايل اطلعها. انا ما قلت لك لا تبلشني وياك يا اخي. يا اخي شوف لك مكان ثاني ارجوك. انا باكر مسافر، مدي زوجتي استعانت في الخارج، لا تورطني وياك يا ولد الناس. انا بسلم نفسي. ها تسلم نفسك؟ وياي اسلم عليك واخذ منك عهد. عهد على شو؟ انك تشهد معي في المحكمه. على شو تبغيني اشهد؟ تشهد باللي يرضي ربك ويرضى ضميرك. والله انك ولد حلال يا سالم، ما طلبت الا حقك.
من مات المرحوم، وهالصندوق في هالمكان ما قدرت أطلع. أخذي وشوفي اللي فيه، يمكن الأوراق اللي أبيهم سلطان فيه. لا 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 تبطلين يما، أخذي هدارج وشوفي إيش فيه. أخاف أصيبني غصة ويعورني قلب. يا يما ما عليك من سلطان، هذه صندوق أسرارك وذكرياتك، ما حد يجبرك إنك تفتحينه. شوفي الأوراق يا نورة، وإذا لا عندنا حق خلي ياخذه. بنقول لما لقينا شيء، وهالصندوق بنخليه مكانه. لا يا بنيتي لا، أنا ما أبي أموت وأحد لا في ذمتي شيء. روحي يا يما حجرتك، روحي. ما رتبتي أغراضك؟ لا. مو قلتي بتردين البيت؟ مهدتي الموضوع؟ وافقت زوجتك الحلوة أني أعيش معها في بيت واحد؟ بس عاد عليها بس. ما كنت متوقع أني أسمع منك الكلام. يعني تبغين البيت شي فجأة؟ فجأة مرة واحدة؟ شايف أن هالشي صح؟ أبغي أرجع بيتي يا حسن. بيتي ولا نسيت؟ هذا اللي أنا كنت خايف منه، وحذرتك وما سمعت الكلام. ما توقعت إنك بتطيح في حبها، ما توقعت إنك بتخليني محبوسة في الشقة وما تسأل عني حتى في التليفون. الشقة هذه فكرتك؟ وتعاقبني؟ تعاقبني لأني أنا وثقت فيك؟ تعاقبني لأني أنا أبغي أحقق رغبتك؟ أنا ما طلبت منك أي شيء. ما طلبت؟ صدق انك ما طلبت، بس انا اعرفك، اعرفك انك تكابر عليها. خلاص عاد تخيرك، خلاص اذا بتردين البيت حياك الله يا ستر حياك. انا مو بسعره معك. سالفتك سالفتك معاي ايش تبغين بالضبط؟ مو هاي كلها خططك؟ مو بهذا اللي انت خططتي له؟ انا مو قادر افهمك بد الناس. ابغي بيتي يرجع مثل ما كان، بيتي بروحي من غير شريك. هلا أمل، إيش فيك؟ أحس بوحشة يا نورة، البيت وايد عود، جنة سجن، ما أقدر أعيش هني، غريبة. واللي سلمك واللي خليك يا نورة، لا تديني بروحي، أنا ما أقدر أعيش هني، لا تتخلين عني. ما علي يا أمل، صبري الحين شوي وعطيني فرصة بكرة أتكلم معاه. المهم انتي لا تتصرفين اي تصرف غلط، سمعتي؟ ان شاء الله، بس لا تتخلين عني ولا تتاخرين اكثر من كذي، تراني واصله حدي.
ليش جالسة بروحك؟ أنا على طول بروحي، منو معاي يعني؟ يلا قومي، يوم نطلع نتعشى برا؟ لا. ليش ما جبتها؟ منو ايه؟ لحين تخش علي؟ ما بيده بس ايه تبتي؟ امل حبيبتي، هذا البيت لك للي بطنك، ما احب اشارككم فيه، خفت ترى هذا ما له معنى يا امل. هل كنت آمن البقاء هناك بقربك دون أن ينشطر القلب ويتشظى؟ هنا تزداد معاناة الأحبة يوما بعد آخر، فليس لي إلا أن أكون جزءا من هذه المعاناة، أتلظى بنارها وأسعى إلى كف شرارها، وتبقى أنت في الحلم وحيدا شامخا يجللك الحب. عليك بالصلاة والاستغفار، مهما عظمت ذنوبك أو خطاياك فإن الله غفار الذنوب. هل حاولت إصلاح ذات البين؟ حاولت لكني فشلت. هل كنت صادق في سعيك؟ يشهد علي ربي يا شيخ أن نيتي كانت صافية وصادقة. استغفر وقم الليل، عسى الله يغفر لك ذنوبك. يا شيخ زوجتي كارها العيشة وياي وطالبة مني الطلاق. هل حاولت إصلاح ذات البين؟ حاولت يا شيخ. فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، هل لديك منها أولاد؟ لا. هذا أخف الضررين. اكتشفت أنها تحب واحد غير وتبغى تتزوجه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ يا قل لي شو أقدر أسوي؟ دلني ولي يرحم والديك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أكيد لازم تزعلين، أكيد تغارين على ريوتش الحرمة اللي تحب ريلها، لازم تغار عليه. واخر عني، واخر عني، لا تلمسني لا. بلاج نسيت انه هو ريلج عن الدلع. ما بي، ما بي، ما حبه، ما بي يلمسني، ما بي، ما حبه. تعال تعال حاري حبيبتي، اخر عني، ما بي، ما حبه. تعالي هني بلا دلع حريم. ألو نورة، لحق علي، لحق علي، بيذبحوني. من هما؟ حسن وزوجته يبون يذبحوني، يبون يطيحون ولدي. من معك يا أمل؟ ما معي أحد. إنزين قفلي باب الحجرة عليك. الباب مقفول. تحملي بروحك يا أمل، تعوذي من إبليس ورقدي. ما فيني نوم، أحس إن راسي يعورني. نور الله يخليك، أنا خايفة، بموت من الخوف والقهر. يا حبيبتي يا أمل ما في داعي للي قاعدة تسوينه في نفسك. نورة الله يخليك، كلمي حسن، قولي لأن أنا ما بي، قولي لأن أنا أبي أتطلق. خلاص الصبح أنا بروح له بنفسي وبقعد أتكلم معه، بس أنت رقدي الحين. نعم انا اسفه لاني اتجهني، بس ما عرفت شلون اتصل فيك. انزين ابي اتكلم معك شوي. ايش عنا؟ انا عبد الله. ايش تبين تقولين عنا؟ انا خلاص عبد الله ما يهمني، وطلبت منه الطلاق، يعني من اليوم تقدرين تاخذينه. بس انت لازم تعرفين شيء. ما بيعرف شيء، كافي اللي شفته. انا مو بياي اطلب مش ترجعين لعبد الله، انا ابيك تساعدينه مثل اي مريض عندك في المستشفى. ارجوك. صار ما يروح مكتبه ولا يتابع قضاياه في المحاكم. أنا خايفة عليه لا يدمن. وليش مهتمة فيه رغم إن أسألك؟ أنا لو ما سامحته ما كنت قدرت أستمر في حياتي، وأظن ما يسعدني لا أنا ولا أنتي إن نشوفه في السجن أو مستشفى الأعصاب. لا طبعاً ما يسعد أحد، بس أنا كيف ممكن أساعده؟ أنتي دكتورة وتعرفين في هالأمور أحسن مني. وحضرتك تظنين ان عبد الله يقدر يتعامل معاي كدكتوره؟ لو حاولتي. حتى لو حاولت عبد الله يعتبرني جزء من مشكلته، هذا اذا ما كنت السبب الرئيسي له. مستحيل عبد الله يقعد قدامي كمريض، ومستحيل انه يعترف انه هو اصلا مريض.
أنا عارفة زين، بس حياته تغيرت من يوم ما أنت تركتيه. وأنت لو كنتي مكاني ما سويتي نفس الشيء؟ أنا فهمتش طبيعة علاقتي معه. هذا ما يغير شيء. أنا وعبد الله في علاقتنا وصلنا لطريق مسدود، وكان المفروض من زمان انفصل. كنت أظن إن هذا بيخليش تعيدين نظر. أنا ممكن أساعده كطبيبة وبس، أما إني أرجع له أسفة. هلا نورة. اسمح لي أخذ دقيقتين من وقتك. أرجو أنها ما تزيد، خصوصا أني عارف الموضوع اللي انت جاية عشانه. زين، هذا بوفر علينا كلام وايد. هذا إذا كان الموضوع يستحق أصلا يا يج. أمل أختي، وتستحق كل اللي أسويه علشانها. أمل في البيت وما عندها أي مشاكل، بس أنتوا دخيلكم دخيلكم لا تتدخلون. إيه بس هي متضايقة وانت عارف السبب. شوفي عاد، أنا متمسك فيها وطلاق ما بطلق. أمل تحس أنك خدعتها، وإحنا بعد. وش فيها إذا كنت متزوج؟ ما فيها شيء، بس كان المفروض تخبرها من البداية. يا سلام، وكي حين درت شو اللي تغير؟ اللي تغير انها صارت زوجة ثانية، وهي ما تحب تكون زوجة ثانية. نورة، شو الحل عندك؟ اطلق يعني؟ ما ادري، بس هي تحس بالظلم. شوفي عادة، هالكلام المفروض ينقال بيني وبين امل، فهمتي؟ واعتقد ان دقيقتين خلصوا. أتمنى أنك تتفهم رغبتها وما تجبرها تعيش معاك بالقوة. سالم، شو مسوي يا ولدي؟ أمر الله يا حج السعيد، أمر الله. الحمد لله على كل شيء. ممنوع يطلع من الحجرة إلا حسب الأوامر. إن شاء الله. ولازم الشرطي يرافقه في كل مكان. أنا درج. دكتورة، شو مسوي سالم؟ جهز الملفات. جاهزين. شو الفرق بين هني وبين السجن؟
عبد الله. خفت اطلب اقابل ترفضين. قلت ايرك لين هني. بس هني انا ما جاي ازعجك. انا جاي اروج هذه. حضارية؟ ما في داعي للدعوة اللي رفعتنا في المحكمة. ايش تبيني اسوي لك؟ انت مو راضي تطلق. انا محامي. ما يصير توقفين قدام القضاء. هذا احراج ويأثر على سمعتي. والمطلوب؟ تسحبين الدعوة من المحكمة. وبعدين اتطلق. وش يضمن انك بتطلقني؟ إن ما سحبت الدعوة ما بحضر وبتم أماطل وعلق القضية سنين وسنين. والأحسن إنك تنازلين عن القضية وتسحبين الدعوة، لأن اللي نصحت بها إنسان جاهل. ما حد نصحني. أنا إنسانة متعلمة وأعرف شلون أخذ حقوقي بيدي. يوم تزوجتك حسيت إن ما في شيء بيفرقنا وإن بنكون أسعد زوجين في هذه الدنيا. شو هذا؟ هذه نسخة من الملكية اللي تبيها. شو تتلعبون علي؟ تقصون علي وتقصون علي. هذه ملكية مزورة. وين الملكية الأصلية؟ الملكية الأصلية موجودة وأنا شفتها بنفسي. أنت تسكت وما تتكلم ولا تتدخل. تحامي عنهم؟ مستانس إن حقك ما يضيع؟ أنا لو لي حق كانت نازلت عنه لهم، لكن الحمد لله المرحوم قدر يحميهم منك ومن فعايلك. يحميهم مني؟ صدق انك جليل الحياة. تقدر تواصل شكواك في المحكمة اذا حبيت. كل منك انتي. انت اللي لعبتي في راسه وخليتيه يحرمنا من نصيبنا في البيت. امي ما درت الا الحين مثلك. وانتي تلا الحين ما رديتي بيت ريلت. ما عليه، انا اللي براويكم. انا اللي راويكم. ما عليكم منه، هذا بس لسان. الحين كان ما تضارب وياه هذيك اللي في البيت. اتصل فيكم محمد؟ اتصل فيكم؟ خلاص يا أمل،
لا تسوين في روحك كذي، هذه كلها أوهام. هدي نفسك. أي أوهام؟ لا تخلونيني، لا تخلوني، أنا بموت، بموت يا نورة، بموت. يما؟ هاي يما. وين راحت نورة؟ تو هي ما طالعه قدامك. يا ربي كنت ابيها توصلني على طريقها. وين بتروحين حبيبتي؟ بروح الحضانه عشان اقدم استقالتي. بتفنشين؟ ايما عشان اتفرغ حق شغلي الجديد. اي بس ايما شغلكم الجديد للحين مو مضمون؟ مضمون ان شاء الله مضمون، بس انت ادعي لنا واطلبي ان الله يوفقنا. الله يعلم يا يما اني ادعي لكم في كل صلاه. عيل خلاص توفقنا. الله يسمع منك يا امه، الله يوفقكم يا بنات ويحفظكم. شنها طولت؟ انا ما بتحرك من هنا لو تجلس لباكر. منصور انت ايش ناوي عليه؟ ايش حق تلحقها؟ بعدين بتعرف. بعدين بعرف. انت اللي تبغيه خدته، ايش حق تلحقها بعد؟ انت مالك شغل، ما حد طلب منك شيء، انت تجي للساكت وتشوف. منصور لا تقعد تتصرف تصرف غلط، انا ما ابغي مشاكل. اسمع يا خليل، هاي زوجتي، انا باها في موضوع ابغى اتكلم وياها. كانت زوجتك، ولا نسيت ال50,000 درهم؟ ما نسيت. هاكي طلعت. شو تسوي؟ أقوم سوق مكاني. شو بتسوي؟ أنت سوق ما عليك. أمشي؟ أمشي أمشي. اسمع بس خليك بعيد عن اللي ما أقول لك. ها؟ شوف شوف شوف. مالها من العادة تأخر، حتى لو بتتم تدرس بس ما بتتم لي الحين، مع أنها هي قايلت لي بتقدم استقالتها وبترجع. هاي يمه ميات خولة؟ لا يا بنيتي للحين مايات، قلبي حاتيها يا يمه. لا تحاتينها يمه، ان شاء الله هي بخير. ليش تليفونها ما يرد؟ يمكن من الشبكه، يمكن المكان اللي هي فيه ما في ارسال. انا بروح اشوفها في الحضانه. اي حضانه؟ الحضانه يا يمه سكت من زمان. ما تدرين يمكن في حفله ولا شيء. زبره معك يمه، انت قاعده هنا علشان منتي سيده تتصلين فيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يستر، الله يستر.
يلا قومي نتغدى. ما بي مو يعني. زين اختاري اي مطعم اي مكان بروح بتغدى برا. ابي اروح بيتنا. هذا بيتك؟ ظنيته بيتي بس انا الحين عارفه انا ليش موجوده فيه. اكتب لك البيت باسمك، افتح لك حساب احط لك فيه اي مبلغ تبغينه. امري ما بي شيء، ما بي بيت، انا كرهت المكان، كرهت نفسي، ماني قاعده فيه، ما بي ما بي. خلاص 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 حبيبتي، اشتريك فيلا ثانيه في اي مكان ثاني. امل تبي تريحني؟ اكيد طلقني. نورة شو فيك؟ خولة. شو فيها؟ طلعت من الصبح وللحين ما ردت. البارحة قالت ان اليوم بتصير الحضانة عشان تقدم استقالتها. راحت الحضانة يا راشد بس طلعت من وقت. طلعت من وقت؟ عيل وين راحت؟ وليش ما اتصلتوا بها؟ هذه المشكلة يا راشد، تلفونها مغلق. مغلق؟ فكيني من الصياح، عورتي راسي. انت زوجتي نسيتي؟ حرام عليك حرام عليك، انت مطلقني.